بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء متابعي قناة لتلان، أبنائي المتابعين السابقين والأبناء الجدد، الله يبارك فيكم وكل سنة طيبين إن شاء الله. زي ما وعدناكم قبل كده إن احنا هنبدأ قناة جديدة متخصصة للثانوية العامة، سواء الصفوف الأول أو الثاني أو الثالث الثانوي، ووفينا بالوعد وبدأنا في قناتكم الجديدة بوابة الثانوية العامة. بدأنا بالفعل الصف الأول الثانوي ونزلنا الوحدة الأولى يونت 1، والحمد لله نالت إعجاب ورضا كتير من أبنائنا الطلاب. أتمنى كلكم أنها تنال إعجابكم ورضاكم، وأتمنى أن أنتم تشرفونا باللايك والشير عشان ننمي ونطور من القناة الجديدة بإذن الله. ربنا يبارك فيكم، يا ريت تتابعونا. لازم أسأل نفسي، هو شكل الماضي البسيط ايه؟ بسيط؟ سهلة. The verb plus ed، فعل مضاف له ed، يعني الفعل play الباست played، watch watching، ايه ده؟ jump jumping، ball ball، push pushed، ايه ده؟ ده الباست؟ هو كده verb plus ed. بس في ملاحظة، ده اسمه regular verbs، يعني افعال منتظمة أضف لها الإيدي، ده المنتظم. في أفعال منتظمة وفي أفعال غير منتظمة، اسمها irregular verbs. إيه ده؟ ودي أنا بحفظها زي ما هي، تمام؟ زي كلمة go، الباص منها مش goed، لا went. run، ran. sleep، slept. drive، drove. إيه ده؟ لاحظ؟ cut، cut. hit، hit. إيه ده؟ ليه؟ هي كده. الشاذ ده بيحفظ كما هو. يبقى الباص سامل هو الفيرب بلس اي دي، ده المنتظم، والشاذ بحفظه. كويس. طيب الباص سامل بستخدمه امتى؟ قال لك هنا to express about an event that happened and finished and I know it's time. حدث تم خلص، اعرف وقته. example I watched the film last night، شاهدت الفيلم بالامس. I played with my friends last week or last Friday، احداث عارفها، لعبت مع اصحابي الجمعه اللي فاتت، تمت وانتهت معاه في وقتها ومن فترة قريبة. اوكي. طيب نيجي اللي هنا the third part، الجزء الثالث، وهو الـ keywords، كلمات. احفظ معايا، احنا قلنا كلمات المضارع البسيط، وقلنا كل tense ليه كلمات دالة لازم احفظها. طيب الـ possible كلماته ايه؟ سهلة. yesterday، last، once ago، in the past. تاني. yesterday، last، once ago in the past. yesterday امس، last السابق او الماضي، once ذات مرة، ago منذ، in the past في الماضي. yesterday last، once ago in the past. ده شكل الـ possible في الـ active. I played football، I watched television، I studied English، I went to America. كل دي events happened and finished and I know it's time. وعرف وقتها. طيب اجل شكلها في الباس في المجهول، شكل الباس سامبل في الباس في ايه؟ سهل. was aware plus past participle. was where والتصريفات للفعل، was طبعا مع السنجلر المفرد، where مع البلورال الجمع. طيب example وحاول الباس، I studied English last Friday. English was studied last Friday. I drank a cup of tea yesterday. A cup of tea was drunk yesterday. تمام؟ كده شكل الـ possible active و passive. خلص؟ خلص. ده الـ first lesson، الدرس الأول. ناقص معاه حاجة بسيطة ناخدها بسرعة، ولا the past progressive، الماضي المستمر. نفس الكلام هو الـ past progressive، الـ formation، التكوين، هو was aware plus verb plus ing. was aware والفعل مضاف له ing. ازاي؟ مثلا هنا لازم اسال الاول، هي was مع ايه؟ مع singular، وكلمه were مع plural، was مع المفرد، were مع الجمع. was بتاخد i و he و she و it، were بتاخد الجمع اللي هو you we و they. تمام؟ طيب example I was watching a film. They were playing football. She was cooking. We were sleeping. تمام؟ was aware والverb مضاف له ing.
يعبر عن event حدث is happening was happening in the past حدث كان بيتم في الماضي and was cut by another حدث كان بيتم وقطع بآخر الحدث الآخر ده هيبقى الـ past simple الماضي البسيط وده سبب ارتباط الماضي المستمر بالماضي البسيط حدث كان شغال قطع حدث آخر مش شرط إن الحدث الآخر ده يوقفه يعني بيقطعه إن هو بيتم أثناءه example مثال أقول لك هنا مثلا وأنا بلعب كرة أحرزت 3 أهداف لاحظ حدث كان شغال بلعب كرة أثناء اللعب أحرزت 3 أهداف حدث كان شغال قطع حدث آخر إحراز الأهداف هل إحراز الأهداف وقف اللعب؟ لا لا أثناء اللعب وأنا باكل مثلا هنا النور قطع وأنا بذاكر أخويا نادى علي حدث كان شغال قطع حدث آخر هنلاحظ أن الحدث الأول والثاني محتاج أدوات ربط joining verbs أدوات ربط وهي الجزئية الأهم في الـ في الـ tense في الزمن ده الـ past progressive إزاي؟ إحنا قلنا بنقسم الزمن للـ formation تكوين وقلنا was where والـ verb مضاف ing يزج استخدام وقلنا بيستخدم في أمن was happening in past and was cut by another حدث كان يتم وقطع بآخر ثالث جزء والأهم الـ keywords الكلمات الدالة وهي الـ joining verbs أدوات الربط إيه هي الكلمات الدالة؟ when while as as soon as again when while as as soon as ايه ده دول ادوات ربط هم الكلمات الداله ازاي بيربطوا الفيرست تنس الزمن الاول اللي هو الباست بروجريسيف والاذر تنس الحدث القاطع التاني اللي هو الباست سامبل الماضي البسيط طيب اكزامبل نشوف مثال طب قبل الإكزامبل عرفني كلمات دي تيجي امتى وازاي سهلة كلمة when بيجي بعدها شوف هنا when بعدها possible past progressive when بعدها ماضي بسيط ماضي مستمر تاني when بعدها ماضي بسيط ماضي مستمر وليها استخدامات أخرى هنقولها بعدين تاني when بعدها ماضي بسيط ماضي مستمر طب إكزامبل When I entered the room, لما دخلت الغرفة, my brother was sleeping. أخويا كان نايم. When? Past simple. Past purpose. When I called my mother, لما ناديت على أمي, she was cooking. كانت بتطبخ. When I saw you, لما أنا شفتك, you were running away. أنت كنت بتهرب. تجري. When? Past simple. Past purpose. طيب تمام. ده when. طيب while وas في كفة مع بعض while وas بعدهم past progressive past simple while وas ماضي مستمر ماضي بسيط while وas ماضي مستمر ماضي بسيط example while I was watching a film وانا بشاهد الفيلم my father called me أبويا نادى علي while I was writing my homework وانا بكتب الواجب The lights went off, went out. وأنا بشاهد التلفزيون النور قطع. طف. While I was sleeping, وأنا نايم, my brother entered the room. أخويا دخل الغرفة. As I was reading a book, وأنا بقرأ الكتاب, my friend phoned me. صديقي اتصل بي. While was past progressive past simple ماضي مستمر ماضي بسيط تمام تمام كويس طيب اخر حاجه as soon as ودي بتيجي مع الاحداث المتقاربه شويه as soon as I saw father I stood up ومجرد ان شفت بابا وقفت as soon as the thief saw the police he came بمجرد ان اللص شاف البوليس هرب لاحظ so schemed ماضي بسيط ماضي بسيط as soon as ماضي بسيط ماضي بسيط as soon as past simple ماضي بسيط ماضي بسيط كلمة when ممكن يجي برضو بعدها when past simple يعني مش شرط past progressive past simple past progressive لا ويجي بعدها past simple past simple
وهيجي شرحها في وقت تاني. كده ده الكي ووردز، الكلمات الدالة اللي هي أصبحت جوين ووردز، أدوات ربط مع الباس سامبل والباس بروجريسيف مع بعض. كده يبقى شرحنا الباس سامبل والباس بروجريسيف وربطناهم ببعض، وده كان أهم جزء بالنسبة لنا، وأتمنى ينال رضاكم. تشرفونا بالاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، أتمنى تتابعونا فيها، تتابعوا معنا الباقي الوحدات عشان تفهموا الدروس كلها بشكل، أتمنى من ربنا أن هو يرضيكم ويعجبكم، وأتمنى أن احنا ننال رضاكم بالاشتراك بالقناة. بلغ أصحابك، بلغ قريبك، بلغ كل زمايلك بالقناة عشان العدد يزيد فيها، ونقدر ان احنا نطورها، نشرح بالشكل اللي يرضيكم. هتلاقي فيها ان شاء الله الشرح، كلمات هنا الجرامر، هيبقى فيه اجزاء للفوكابلري للكلمات، هيبقى فيها بعض الكويزات الاختبارات على كل يونت او كل ليسن بشكل مفصل وبسيط، والاجابات، وهتلاقي في الاخر القصة بتاعت السنة او الترم بتاعك ان شاء الله. أتمنى أنها تنال رضاكم، وياريت تشرفونا دايما باللايك والشير. كان معاكم مستر عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.